بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهاردة معنا تيست نمبر 4 أو النموذج الرابع based on units، معتمد على اليونت 7 8 9، ولكن دايما كلنا مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبه لكوشن نمبر 1، it shows the two correct answers out of the five options given. argument يعني جدال، and agreement اتفاق، or طبعا هنا agreement بيتجادلوا، argument جدال، وهنا اتفاق متفقين على شيء. synonyms طبعا مرادف، طبعا خطأ. antonyms طبعا antonyms يعني مضاد، طبعا هما الاثنين ده بيجادلوا وده بيتناقشوا وده متفقين. opposites يعني عكس. acronyms طبعا اختصارات. equals متساوي طبعا خطأ. we say that someone does، بنقول ان الشخص does experience تجربة، experiences يقوم بتجارب. experimentis طبعا experimentis تجارب معملية. research do a research يعني يقوم ببحث. friends اسمها make friends. بعد كده show the correct answer from A, B, C, or D. It's a mother's duty يعني واجب الأمهات to teach their kids إنهم يعلموا أطفالهم at early age في سن مبكرة to tidy their إنهم يرتبوا their space after getting up بعد ما بيستيقظوا. طبعا هنا bedding اللي هو الفراش. number 4، 1000 people were displaced from their homes following the flood. يعني ألف أو ألف، 1000 يعني ألف من الناس عملوا إيه بعد لمنازلهم بعد أو تاليا للفلود الفيضان. wrapped يلف أو يغلف. closed يغلق. evacuated طبعا evacuated يعني يغادروا منازلهم أو يخلو المنازل بعد الفيضان. in the morning في الصباح a space covered the source as the surface of the sea اللي بيغطي سطح البحر. طبعا mystery سر غامض. dust تراب. mist ضباب طبعا mist اللي هو الضباب بيغطي البحر. trick يعني خدعة. my wife always helps my daughter space her homework زوجتي دايما بتساعد البنت أو بنتي في أداء الواجب. طبعا هنا help do أو to do لإما to والمصدر لإما تو والمصدر أو المصدر فقط اللي هو دو. The Ministry of Education يعني وزارة التعليم. website is very أو web الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم is very easy to space. you can get information ممكن تحصل على معلومات on a different subject. relax مريح. navigate يعني اللي هو البحث على الموقع. طبعا هنا navigate اللي هو البحث. avoid يتجنب. prevent يمنع. طبعا هو navigate يعني يتصفحه للحصول على المعلومات. the world changed rapidly after the space of the internet العالم تغير بسرعة بعد invention اختراع الانترنت. طبعا الانترنت ده invention اختراع، اما discovery اكتشاف، لا هو اختراع. she has been studying hard for the exam بتذاكر بجد للامتحان. so she should pass يجب ان هي تجتاز. this means that I expect her أتوقع أن هي her to pass أن هي تنجح. I see it's necessary ضرورة. طبعا شو هنا ليست للضرورة. I think it's advisable يعني من المنصوح أن هي تنجح، لأن should بتساوي advise يعني نصيحة. I expect her to study hard بتوقع أن هي تذاكر بجد. طبعا it's advisable يعني من المنصوح لأن عندنا should. it's a pity يعني للأسف. you can't drive للأسف أنت ما تقدرش تسوق. it would be useful if you طبعا من المفيد if you could يجب could احتمال ضعيف can ولا where. it's a pity you can't drive. it would be useful if you طبعا هنا could if you could لو أنت تستطيع. if you can if you were if you had طبعا هنا it would be useful هيكون مفيد. if you could ولكن you can't. if you could لو انت طبعا هنا بديني ال opposite او الحالة الشرطية التانية. if you could لو كنت تقدر او تستطيع.
ايه طبعا هنا means if you could drive it would be useful if you could ولا means if you could drive ولكن طبعا يعني فهم من سياق الجملة. أحمد arrived at the airport on time but he couldn't get on the plane. أحمد وصل المطار في الميعاد الموعد المحدد but he couldn't ولكن لم يستطع on get on the plane إن يلحق بالطائرة. He spaced his ticket at home. يبقى he had has left ولا had been left ولا had left. طبعا he had left لأنه ترك التذاكر at home في المنزل. I promised أنا وعدت I would be on time إن أنا أكون في ميعادي. This means that I space be late. I must I mustn't طبعا هنا ده بيعني I mustn't be late يعني أنا لا يجب إن أنا أتأخر. No sooner طبعا no sooner لما بتيجي في بداية الجملة الجملة بتاخد صيغة الاستفهام had he finished had والفاعل وبعدين الفعل had اللي هو السب وبعدين السبجكت الفعل والتصريف الثالث. If Mr. Fahmy didn't live far away لو مستر فهمي ما كانش بيعيش بعيدا we would visit him more often كنا زرناه. طبعا هنا didn't يعني حالة شرطية تانية. This means that Mr. Fahmy far away lived على انه ماضي طبعا هتبقى present lives far away ده بيعني ان هو بيعيش بعيد. بنفترض العكس وطبعا الحالة الشرطية التانية فعلها بيبقى present مضارع بتعبر عن حالة في ال present الوقت الحالي. After he left the petrol station بعد ما ترك أو غادر محطة البترول أو البنزين he spaced to work as an office clerk he had gone طبعا after ماضي بسيط يبقى هنا برضو ماضي بسيط أو ماضي تام ماضي بسيط ماضي تام ماضي بسيط أو بسيط بسيط وطبعا he went to work. Many people space when they were young because of bad health care. Many people died طبعا هنا حاجة في الماضي البعيد died ماتوا لأنهم طبعا هنا habit أو fact in the past. بالنسبة لـ part 2 passage read the following passage then answer the questions. Should we work all the time؟ هل يجب أن احنا نعمل طول الوقت without having a rest without having بدون ما ناخد rest قسم من الراحة or entertainment أو متعة. The answer is that we can't go on working الحقيقة أن احنا ما نقدرش نستمر working without stopping بدون توقف from time to time من وقت من حين لآخر and at a regular intervals وفواصل منتظمة to have some rest للحصول على راحة and reaction رد فعل. If we do so لو فعلنا ذلك we can make mistakes and the quality of our work might get worse لو استمرينا ممكن نجد أخطاء أو جودة العمل تقل. An overcrowded person الشخص اللي لديه الكثير من العمل may end up by losing the ability to think clearly ممكن ينتبه الأمر إنه ما يفكرش بوضوح and by having no energy وما يكونش عنده طاقة to go on working يستمر في العمل. Sleep is one of the ways sleep النوم واحد من الطرق in which nature اللي الطبيعة renews بتجدد our energy طاقتهم. Sports and games الرياضة والألعاب are also essential يعني ضرورية for brain workers لعمال لعملة المخ who stay in closed office بيظلوا في مكاتب مغلقة and don't have a good chance وما يكونش لديهم فرصة جيدة to exercise يتمرنوا their muscles يدربوا عضلاتهم. Such activities مثل هذه الأنشطة as swimming and walking may do a lot of good to them بتمثل لهم الكثير so we shouldn't waste our weekends يعني لا نهدر عطلتنا they should be made full use of and spent in the oven ويقضوها في الهواء أو في الأماكن المفتوحة. Having forgotten all about our work يعني ننسى كل اللي حوالينا عملنا and the worried of life وقلق من الحياة we can then enjoy ourselves نستمتع بأوقاتنا to the full and return the next day ونعود في اليوم التالي to work with our energy بطاقتنا fully renewed يعني متجددة renewed change has a magic effect التغيير للتأثير السحر on man's health على صحة الإنسان and consequently وبالتالي on his performance على أدائه.
The best summary to the passage يعني أفضل تلخيص للباسج is we don't have a time of entertainment ما عندناش وقت للمتعة. Man should have a time of entertainment الشخص لابد أن هو يكون عنده وقت للإنترتينمنت التسلية. Entertainment is a waste التسلية بتهدر الوقت. Work hard all the time نعمل بجد طول الوقت طبعا هي كل ده أدق إجابة أن لابد الإنسان يكون في حياته متعة. Overworking results in أو الإفراط في العمل بيؤدي إلى loss of energy فقدان الطاقة more energy طاقة أكثر more experience خبرة creative thinking تفكير مبدع طبعا هنا loss of energy يعني الإفراط بيفقد الإنسان الطاقة. The writer suggested the brain workers يعني العمال اللي بيعملوا بمخهم يعني should waste their weekends يهدروا عطلاتهم should spend their weekends somewhere outside يقضوا أوقاتهم في أماكن مفتوحة should give up their weekends يقلوا عنها should spend their weekends in their workplace يقضوا في العطلات في أماكن عمل طبعا هنا letter B should spend their weekends يقضوا أوقاتهم هو ذكر في الباسج in open يعني means outside بالخارج. Change has a magic effect on man's health. The word magic in the sentence means طبعا magic سحري positive يعني إيجاب bad سيء positive إيجابي negative سلبي passive سلبي طبعا هنا positive يعني تأثير إيجابي أو تأثير السحر. The best title for the passage أفضل عنوان للباسج القطعة entertain and work hard المتعة والعمل الجاد work all the time العمل طول الوقت entertain all the time المتعة طول الوقت entertain and rest المتعة والتسلية طبعا هي entertain and work hard يعني التسلية والعمل الجاد. If you don't take regular intervals لو ما أخدتش فواصل منتظمة at your work you are really liable to eat well تأكل كثيرا أو تأكل جيد play tennis تلعب تنس make mistakes طبعا هنا make mistakes يعني ترتكب أخطاء لو ما أخدتش فواصل ممكن ده يؤدي إلى أن أنت ترتكب أخطاء. Which of the following is a kind of entertainment يعني يؤدي إلى التسلية taking exercise تمارين swimming and race السباح في مسابقة sending a report إرسال تقرير a telephone call to a client اتصال بزبون طبعا هنا taking exercise يعني ممارسة تمارين. The word interfaces can have the meaning interfaces فواصل means stages مراحل periods فترات cages أقفاص classes فصول طبعا هنا periods يعني فترات يعني. Change has a great effect on men's طبعا التغيير له تأثير على الchance الفرصة apology الاعتذار test التذوق performance طبعا الأداء يعني التغيير بتأثير على أداء الشخص. Sports and games are space for brain workers الرياضة والألعاب إيه للمخ aren't important not ليست مهمة important هامة طبعا هنا important يعني هامة أما free easy سهلة harmful ضارة. Translate into Arabic a wise educational policy directs education towards fulfilling the needs of society. This leads to the welfare of both the individual and society. طبعا هنا a wise educational policy يعني سياسة تعليمية. A wise educational policy يعني سياسة تعليمية. طبعا سياسة تعليمية حكيمة توجه education towards توجه التعليم نحو fulfilling طبعا إكمال the needs اللي هو أو إشباع احتياجات المجتمع this leads وهذا يؤدي to the welfare للرفاهية of both لكل من ال individuals الفرد and the society المجتمع. عندنا translate into English من حقك it's your right to express تعبر عن رأيك بحرية your opinion freely but ولكن يجب أن you should respect others الآخرين كما أنه and it is also أنه من حقه and it's also your right to achieve تحقق طموحاتك your ambitions ولكن but without hurting others اللي هو or harming others or hurting لكن harming أفضل للآخرين.
Write an essay of about 150 words on the following: How parents should bring up their kids well. كيف يربي الآباء أبنائهم جيدا. طبعا ده باراجراف مهم، ممكن إن شاء الله نبحث عنه أو نجده على القناة. تعالوا مع بعض نشوف الترانزليشن. طبعا هنا إن السياسة التربوية الحكيمة توجه التعليم نحو تلبية احتياجات المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى رفاهية الفرد والمجتمع. من حقك أن تعبر عن رأيك. You have the right to express your opinion freely، يعني بحرية. But you must respect others. And you have the right، ومن حقك، to achieve your ambitions، تحقق طموحاتك. But without harming others، ولكن بدون أن تؤذي الآخرين. ومن هنا وصلنا لنهاية امتحان نمبر 4، وإن شاء الله انتظروا امتحان نمبر 5. والسلام.